في لبنان قتلوا من الأول معروف سعد عام 75. بناليزي الكريم بوليتيك في لبنان سيدوني بناليزي يعني محل الحريري سمحني سفيان الحريري علاش عملوا له محكمة جنائية دولية خاصة لأنه فما ضغط معناه دولي وفما حتى ينسرتين خلينا نقولها مانيبيلاسيون بتاع موضوع معناه موتوا حبوا يضغطوا على سوريا إلى غير ذلك وفما معناه نحن إن شاء الله هنقولوا لا إن شاء الله ما نقولوش اللي فما حتى أجهزة الدولة ولا سواء في الداخل ولا في الخارج ولكن فهمتي معناها هذا لن يثلينا ولن يرهبنا مش نخافوا نحن خاطر ربما فما أجهزة الدولة في الداخل ولا في الخارج متورطة في اغتيال الشهيد شكري بالعيد هذا مش باش يخوفنا نحن موجودين هذه بلادنا هذا ولدنا وبطبيعة الحال لا قدر الله إذا كان نسكتوا اليوم على شكري وذيع لا قدر الله دمه نهار آخر نسكتوا على حد آخر والأخبار تقول اللي فما قوائم وفما فبالتالي وهذا نعاود نأكد عليه راو التوانسة الكل في على هذه القائمة نسمع قائمة فيها 39 قائمة فيها 500 إلى غير ذلك راو إذا كان نحن نتساهل مع الاغتيال السياسي رانا بكلنا على هذه معناها القائمة لأنه الدول اللي صارت لها مثل هذه الفواجع كما لبنان بداوا كيف هناك بداوا قتلوا عام 75 معروف سعد رد ما تمش الكشف على من قتله صارت ردة فعل بعد وصلوا معناها والجزائر نفس معناها السيناريو ربي معناها يحفظهم ويحفظ تونس وصلوا نفس السيناريو بعد نوليه بوش تولي الاغتيال بتاع اقتل واستهدف فلان او فلتان تولي السيارات المفخخة تولي الاعمال الارهابية العمياء اللي ما عادش معناها تميز ونوليه لا قدر الله وربي يحفظنا كالصومال ولا كما العراق فبالتالي هذا نداء ويلزم التوانسة الكل يعرفوا الشيء هذا